السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، أردت أن أتحدث اليوم في هذا الخطاب إليكم عن الحادثة التي وقعت في جامعة البليدة. أريد أن أذكر ببعض الوقائع والمعلومات. منذ أسبوع تقريبا تمت دعوتي لإلقاء محاضرة في جامعة سعد دحلب بالبليدة، وبالضبط في كلية العلوم الطبيعية، وأكد لي الطلبة ذلك البارحة مساء، وعليه انطلقت صبيحة هذا اليوم إلى جامعة البليدة. وعندما وصلت تفاجأت بأن الحراس أو القائمين على الأمن في الباب المدخل للكلية طلبوا مني عدم الدخول إلى الكلية، فسألت ما هي الأسباب. قيل لي بأنهم تلقوا أوامر فوقية من إدارة الجامعة بعدم السماح لي بالدخول إلى الجامعة وإلقاء المحاضرة على الطلبة والأساتذة الذي كانوا متواجدين بأعداد كبيرة. أمام هذا الرفض للقائمين على الباب أي الحراس، تدخل الطلبة وحاولوا الحديث مع هؤلاء الحراس، ولكن الحراس رفضوا أن يستمعوا للطلبة، ولكن الطلبة أرادوا إدخالي إلى الجامعة وهذا بأعداد كبيرة، فرفضت أن أدخل بالقوة. وأعتقد بأن حراكنا منذ 22 فبراير إلى اليوم وأفعالنا يجب أن تتسم بالسلمية والتعقل، وعليه رجعت إلى الجزائر دون أن أتمكن من إلقاء هذه المحاضرة. وأنا راجع تساءلت، هل قرار منعي من إلقاء محاضرة هو قرار معزول صادر عن إدارة الجامعة جامعة البليدة، أم أنه قرار صادر من سلطات عليا؟ لأنني أتمنى أن يكون بأن هذا القرار هو قرار معزول صادر عن إدارة الجامعة وليست سياسة عامة يريد أن ينتهجها النظام في المستقبل، وهو غلق الفضاءات المفتوحة منذ بدء الحراك في 22 فبراير. أتمنى بأن تكون هذه الواقعة معزولة وسنتمكن من الذهاب إلى الجامعات وإلقاء محاضرات عندما يطلب منا الطلبة أو الأساتذة القيام بذلك. أريد أن أشكر طلبة جامعة سعد دحلب الذين وجهوا لي الدعوة والذين حاولوا أن ألقي هذه المحاضرة بكل الوسائل. أشكرهم على جهدهم في تنظيم هذه المحاضرة وانتظاري ومحاولة أن يتجاوزوا الحراس باش نلقي هذه المحاضرة. أتمنى بأنه ستتاح لي فرصة المرة القادمة أن ألقي محاضرة في نفس الجامعة مستقبلا. لماذا؟ لأن استغربت كثيرا، لأن قمت بإلقاء محاضرة في معهد الهندسة أو في كلية الهندسة منذ أكثر من شهر، واستقبلت من طرف إدارة وعميدة هذه الكلية والأساتذة، وجرت المحاضرة في جو فيه التفاهم والنقاش الحر. كذلك قمت بإلقاء محاضرة الأسبوع الماضي في جامعة بجاية وكان تجاوب كبير وتمت تسهيل عملية إلقاء المحاضرة. على هذه استغربت وتفاجأت اليوم من منعي من إلقاء هذه المحاضرة. أتمنى بأن في المستقبل سنتمكن من لقاء الطلبة والحوار معهم والنقاش معهم بكل حرية. في الأخير أريد أن أوجه كلمة مقتضبة إلى أبنائنا الطلبة الجزائريين
في كل ربوع الوطن. لقد برهنتم في الثماني أسابيع الأخيرة على وعي منقطع النظير، وعلى نضالكم السلمي ومرافقتكم للحراك السلمي في الجزائر. أنا معتز بهذه الشريحة من المجتمع التي تقوم بعمل رائع. أنتم مستقبل الجزائر، أنتم الذين ستأخذون مشعل لبناء جزائر حرة وديمقراطية. أشكركم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.